لا إله إلا الله وحده السلام عليكم ورحمة الله. السلام. درسنا اليوم إن شاء الله عن مسح الركن اليماني تكفير للخطايا. قال عبيد بن عمير ابن قتادة الليثي: كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: إني أفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. أما عن استلام الركن اليماني في السنة، عن عبيد بن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريح؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وقال النووي: الركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب. ونأخذ بعض النماذج العملية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وعنه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. يشرع للطائف حول البيت أن يقول في الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما يشرع له استلام الركن اليماني إذا تمكن من ذلك دون أذية الطائفين. والحرص من الطائف الخاشع المترسل أن يستلم الركن اليماني هو الهدي النبوي، إذ لا يليق بمن عرف فضل ذلك التكاسل عن تحصيل أجره. بل لو لم يكن فيه إلا ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أثره لكان كافيا لذوي الهمم أن يهيج نفوسهم لاستلام هذا الركن في طوافهم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.